من الخرطوم مراسلنا هناك محي الدين جبريل. محي الدين، حجم الكارثة كبير، المشاهد قاسية للغاية، ولكن ضعنا في صورة معاناة الناس واحتياجاتهم، وهل هناك من مساعدات تم تقديمها لهم وهل هي كافية؟ نعم، مساء الخير. حجم الكارثة الآن هو أكبر مما هو متاح، يعني مما نشاهده، مما استطعنا الوصول إليه، أكبر من المعلومات والإحصاءات التي تقدمها السلطات الرسمية، باعتبار أن هنالك مناطق كبيرة جدا من السودان لم يتمكن أحد من الوصول إليها. هنالك مواقع في نهر النيل والشمالية، فقط اكتفى المسؤولون الحكوميون بزيارة مواقع الرمزية، ولكن لم يكن بإمكانهم تقديم أي شيء. الآن وصلت هنالك عدد من المساعدات من بلدان عربية صديقة وشقيقة للسودان، ولكن حتى الآن يبقى حجم هذه المساعدات ضئيل إذا ما قارناه بالاحتياجات. هنالك احتياجات في المواد الغذائية، هنالك احتياجات في معينات الإيواء، هنالك احتياجات في المعينات الصحية ربما تتزايد يوما بعد يوم. الآن هنالك أيضا كمية من البطالة، يعني بسبب هذه الكارثة التي حرمت الكثيرين إما بعدم الذهاب إلى مزارعهم وما إلى ذلك، أو على الأقل بتفرغهم التام لحماية المناطق التي يقطنون فيها من هجمات النيل أو من مياه النيل التي غمرت كثير من المناطق. الحكومة السودانية تعمل بكل طاقتها الآن، السلطات الرسمية، الجيش، الشرطة، الدفاع المدني هم موجودون في المواقع، ولكن يعني هنالك دعم كبير جدا من المجتمع لهذه المجهودات. شاهدنا مساء أمس مثلا واحد من الشوارع الرئيسة في وقت متأخر من مساء أمس تعرض للإغراق الكامل بسبب انهيار واحد من المصدات الترابية في منطقة شرق الخرطوم، ولكن سارع الشباب عبر نداءات وجهت عبر السوشيال ميديا إلى هذه المنطقة وقاموا بإغلاق الجسر ومن ثم شطف المياه حتى لا تتم قطع الحركة بصورة تامة من هذا الجزء المهم والحيوي من العاصمة السودانية. إذن محي الدين، كل عمليات الإنقاذ والمساعدة تتم بالجهود المحلية، ربما شبان يجتمعون ويتواصلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع بعضهم، يشكلون خلية للمساعدة مع ضعف إمكانيات الدولة، ولكن المساعدات الخارجية التي ربما تعطى أو للدول في حالات الكوارث الطبيعية، ونحن أمام كارثة طبيعية كبرى لم يشهد مثلها السودان منذ أكثر من 60 عاما، نسبة مئوية كم غطت هذه المساعدات من حاجات الناس؟ 5%، 20%، 50%؟ هذه المساعدات التي تصل حتى الآن يعني بهذه الوتيرة، يعني تقديراتها يعني ربما تكون ضئيلة جدا. يعني يوم أمس ذهبنا إلى واحدة من المناطق المنكوبة وهي جزيرة توتي في ملتقى النيلين الأزرق والأبيض، حضرنا مساعدات، حتى وصل سفراء، وصلت منظمات. يعني أنا أتحدث إليك عن الخرطوم التي ربما عادة تحظى بنصيب الأسد من أي مساعدات باعتبار أنها قريبة للمطار وأن المنظمات موجودة وما إلى ذلك، ولكن لا تتخطى هذه المساعدات يعني سوى فئة ضئيلة جدا جدا من حوجة المجتمع. لك أن تتخيل قرى بأكملها، أحياء بأكملها، أصبح قاطنوها في العراء أو مستضافين بواسطة أسر أخرى، يعني عائلات بأكملها فقدت كل شيء. المزارع الآن تم غمرها بالمياه، مزارع الألبان أيضا، المواشي، كل ذلك توقف الآن تماما على العمل. حتى الأسواق التي كانت يعني تعمل ببيع الخضر والفواكه، هذه الأسواق معظمها الآن تعطل بصورة شبه تامة، وكثير من الباعة فقدوا وظائفهم باعتبار أن الخضر والآن أصبحت في حالة شح كبير جدا جدا. الطرق التي انقطعت تماما بواسطة السيول هي حالة دون وصول السلع والبضائع إلى الخرطوم أو المدن الأخرى، وبالتالي
تبقى الحاجة الإنسانية كبيرة جدا ومركبة، ليست تنحصر فقط في انهيار المنازل ولكن بفقدان الوظائف، بفقدان مصادر الدخل. نعم، كارثة حقيقية فعلا. كل ما تذكره محي الدين نعم مؤلم للغاية، ولكن ما هي خيارات الحكومة أمام شح هذه المساعدات؟ الحكومة حتى الآن هي أعلنت فقط حالة الطوارئ، لم تعلن البلاد منطقة منكوبة تضع الأمم المتحدة، تضع الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية أمام مسؤولياتها. يعني إذا سمعت السؤال جيدا، الآن بالفعل يعني بدأت دول كثيرة من بينها مصر والإمارات العربية المتحدة والكويت سيبدأ منها جسر جوي نهار يوم غد، إضافة إلى المملكة العربية السعودية. جميعها هذه الدول يعني وصلت منها مساعدات. تحدثت الدول الغربية عن أنها ستبدأ بالتنسيق مع المنظمات المختصة في السودان لتقديم مساعدات، ولكن حتى الآن هذه المساعدات التي تصل عبر طائرات ربما هي أقل بكثير من الفجوة الموجودة. مثلا هنالك مساعدات وصلت مقدرة يعني من المملكة العربية السعودية، تم إرسالها إلى ولاية سنار أو النيل الأزرق. هنالك يعني غطت حاجة فئة ضئيلة جدا. إذا ما نظرنا يمكن أن تقول مثلا ولاية سنار يعني 60 إلى 80% من الناس هم الآن يعني في حالة احتياجات. مدينة سنجة وهي عاصمة ولاية سنار، هذه المدينة على بكرة أبيها في الشارع العام، يعني بيوتهم، مزارعهم، متاجرهم، مستودعاتهم، المراكز الخدمية جميعها أصبحت تحت الماء. مثلا في نهر النيل تجد قرى بأكملها، جزر بأكملها طمرت تحت المياه. الناس فقدوا كل شيء. أنا لا أتخيل أي حجم من المساعدات يمكن أن يغطي هذه الكارثة التي يمكن أن نصفها بأكبر كارثة على الأقل طبيعية يمر بها السودان. إذا ما نظرنا لحجم المحتاجين، السودان اللي يعتمد الناس فيه بدرجة كبيرة على السكن حول النيل، ولك أن تتخيل جميع المزارع والمساكن حول النيل الآن اجتاحتها المياه. هنالك صعوبة في المواصلات والاتصالات، وبالتالي لا يمكن نقل الصورة الواقعية في عدد كبير جدا جدا من أنحاء السودان، وبالتالي تبقى الصورة هي ضئيلة جدا، ويبقى حجم الاحتياجات الواضح للمجتمع الدولي هو قليل، ولكن الواقع على الأرض ربما ينذر بكارثة خلال الأيام المقبلة. معلوم أن ابتداء من 15 في الشهر الجاري يبدأ النيل في الانحسار التدريجي، ولكن ما بعد انحسار النيل هي هنا الكارثة والمصيبة الكبرى، حيث برك المياه، المياه الآسنة، المياه التي لا تستطيع من الرجوع إلى مجرى النيل الرئيسي. هذه هي فترة الأوبئة والأمراض المستوطنة، أمراض المناطق الحارة يعني تتخوف منها السلطات بدرجة كبيرة. نعم، محي الدين جبريل مراسلنا في الخرطوم، شكرا جزيلا لك.